Donc, on continue avec la correction du reste de l'exercice. Donc, je suis au le tableau de production. Question numéro 4, annexe numéro 3. Ou donc le tableau est le pantalon tergal. On a déjà 6000 unités. On a déjà 6000 unités pour pantalon tergal avec Ahab. Pantalon velours, déjà, sous l'énigme par les inconnus, on a déterminé bien sûr la production. On a la production tal velours. On a la production tal velours 10 000 unités. Donc, on a 10 000 unités. 10 000 unités. 10 000 unités. Ben, coût d'achat de matières premières consommées. Le coût d'achat de matières premières consommées, consommation matières premières. C'est-à-dire que nous avons la quantité consommée de matières premières. C'est-à-dire la consommation de matières premières. Nous avons en principe, nous avons dit le prix d'achat unitaire de CUMP, que ce soit nous avons tout ou nous avons tout en bas, la production. يعني باش تهبط هنا 4.65 وباش تهبط 6.7 4.65 وباش تهبط زادة 6.7 لا أربعة خمسة وستين وستة فاصل سبعة هنا شنو باش تاخد مش تاخذ لا كونسوماسيون خلينا نمشيو نشوفوا شنو اللي عندنا حاضر في الكونسوماسيون هنا نتاع الماتيير بروميير مش نتاع البرودوي فيني كونسوماسيون نتاع الفلور كيف كيف موجود عندنا ترقال عندنا 7200 معناتها نورمالمون باش نحطو هنا 7200 نرجعو تاو الخط العادي ترقال عندنا ديجا هو 7200 الفلور باش ناخد الكونسوماسيون نتاع الفلور ريتو معناتها كل شيء خرجناه من اللول بالكل هنا كونسوماسيون نتاع الفلور كونسوماسيون فلور اه وي دي كونسوماسيون جلوبال ماتيير بروميير فلور 11500 11500 هذيك الكونتيتي اللي كونسوميناها لهنا 11500 هي عاد دوكو باش نجي نحط المونطون الكل باش نلقاه 53 و 475 وهنا زادت باش نلقاه 48 و 240 40 و 200 240 بالطبيعة باه مش عندي آخر لهنا عندي فورنيتور ديفيرس عندي لهنا فورنيتور ديفيرس هذوما يا جماعة هذوما راهم سو دي دوني موجودين في الأنكس معنتها أنا لقيت الأنكس فارغ وحطيت لي دوني اللي موجودين غاديكا فورنيتور ديفير دونك الفورنيتور ديفير هذوكم فورنيتور نقولوا احنا باغ اكزومبل مواد نتاع صيانه نتاع برودوي باغ اكزومبل هنا بون فورنيتور ديفير ما الحقيقه بارامون ما ذكرهاش هنا فورنيتور ديفير لي انفورماسيون جوست ما نتعطاهم لنا في التابلو راكم قاعدين تشوفوا قاعدين في كونترول هنا لي زيليمون ما عطاش الفورنيتور ديفير جوست زادهم لي كاكا دونك تو سامبلومون ما عنديش انا لا كونتيتي لا حد شيء دوكو باش نخلي كل شيء فارغ وانا نحط دي تيغي نحط تو سامبلومون لهنا دي تيغي نحط معناتها تيريات نمشي توا للشارج ديريكت باش نمشي توا للشارج ديريكت نتاعي مان دوفر ديريكت دونك كونتيتي نتاع شارج ديريكت جينيرالمون تلقاها دوني توا مثلا احنا شنو باش ناخذو باش ناخذو الماندوفر نتاع البونطالون فيلور في لاتيلي كوب الماندوفر نتاع البونطالون فيلور في لاتيلي كوب دونك هنا قداش عندنا 340 اور الساعه بقداش الساعه ب 3000 هو ديجا 510 مقسوم على لي دو بونطالون في لاتيلي كوب 340 وهذيك ديجا خرجناه في لي زانكوني 170 اور يعني باش نعمل 340 في 3 لهنا في لاتيلي كوب و 170 في 3 غادي 170 في 3 لهنا 170 و 340 هما سي الكونسوماسيون توتال نتاع المان دوفر اللي هي 510 ساعة لهنا دونك 340 باش نقسمها نضربها في 3 1020 و 170 في 3 باش تلقاها 510
170 في 3 باش نلقاها 510 تو سامبلومون. واضح. بالنسبة للاتولي بيكاج، بالنسبة لهنا للاتولي بيكاج نفس الموضوع اون برينسيب، تاخذ لي نومبر دو. عندي في الفلور 2500 اللي حسبناه ديجا في ديزاين كونو، عملنا 4000 في 1500 باش نلقاوها 2500 اور. ولهنا عندنا 1500 اللي قاعدين نشوفوا فيها قدامكم هنا 1500 اور 1500. والاتوليه فينيسيون، قبل ما نمشيو للفينيسيون نخلصوا الساعة لي زور بلفين، الساعة لهنا هنا الساعة بلفين لور ديريكت، ولهنا زادا كيف كيف بلفين. هنا الساعة زادا كيف كيف بدو دينار كيما قاعدين نشوفو، بدو دينار في الاتوليه بيكاج، زوز مع بعضهم يجيو 4000، ديكو لهنا باش يكون عندي 5000، وهنا عندي 3000، 3000 دينار 3 ملايين. بالنسبة للفينيسيون نمشيو توا للفينيسيون، فينيسيون ديجا عندي توتال انا 750 اور الساعة ب 15%، ومقسمة 500 في الفالور و250 في الترقال. 500 في الفالور، 500 في الفالور و250 في الترقال. قد ايه الساعة ب 15 مية؟ ساعة نورمالمون دينار و500، معنتها نورمالمون باش يكون 750 دينار، وهذا وفي واحد ونص باش يكون هذايا نورمالمون 375، باش يكون 375. باهي، هنا فما فازة في الخدمة. كيفاش؟ ريتو شارج انديريكت تمشي انت للتابلو دو ريبارتيسيون. كان مثلا لاتولي كوب نتاع الشارج انديريكت لقيت نفس الناتور هي، ولا تولي كوب تو سامبلومون تهبط نفس الكونتيتي اوتوماتيكمون، لكن جوست تبدل البري يونيتير، تبدل جوست البري يونيتير. كيما شنو مثلا؟ باش نعطيكم اكزامبل. مثلا انا في لاتولي كوب شنو هي الناتور؟ الناتور هي اون كونتيتي، الناتور هي لهنا اون كونتيتي. دونك الناتور تو سامبلومون لهنا في لاتولي كوب الي ديفيرونت، الناتور لهنا ديفيرونت، خاطر قالك في الناتور باش تحط البونطالون كوبي. اللي هي شنية البونطالون كوبي؟ اللي هي كونتيتي برودويت 10000 و 6000. دونك تي اوبليجي لهنا انك ما تحطش الكونتيتي نتاع المان دوفر، كار لي كونتيتي سون ديفيرون. هنا باش نحط 10000 وباش نحط تو سامبلومون لهنا 6000، ديفيرون على بعضهم لي كونتيتي. فوالا، هنا عندي 6000. لو بري يونيتير تجيبو من التابلو دو ريبارتيسيون، ديما تجيبو من التابلو دو ريبارتيسيون. اتولي كوب 01، هاو 01 لو بري يونيتير. علاش ما خديتش اور دو مان دوفر؟ على خاطر ديجا في الناتور قال لك كونتيتي نتاع السراول، هنا يحكي اون تيرم دو كونتيتي، وانا ديريكت نتاعي شنيا هاش ام او دي سوايع، معناه تو سامبلومون باش نضرب فوا 01 لهنا، وهذه زاده كيف كيف باش نضربو فوا 01. دونك هنا باش نلقى 1000 و باش نلقى 600، نلقى 1000 باش نلقى زادا 600. اتولي بيكاج تاو تو سامبلومون اتولي بيكاج. لكن في بيكاج اذا كان انتبهتوش لهنا في الشارج ديريكت ديما عندي اور دو مان دوفر، في الشارج انديريكت في البيكاج فما هاش ام او دي زادا، يعني باش نهبط نفس الكونتيتي نتاع الشارج ديريكت لكن يتبدل البري يونيتير. باش نحط 06 في البري يونيتير لهنا كيف كيف لهنا، وشكون باش نهبط؟ باش نهبط لهنا نفس الكونتيتي نتاع المان دو من الاور دو مان دوفر في البيكاج اللي هي 2500 و1500. علاش هبطت نفس الكونتيتي؟ خاطر عندهم نفس الناتور، الشارج ديريكت والشارج انديريكت عكس لاتولي كوب. في لاتولي كوب الشارج انديريكت كونتيتي نتاع سراول، لكن في الشارج ديريكت عندي ديما سوايع لهنا 1500 فوا 06 نلقاوها. دونك بليتو هنا عملت في التنقيق هذايا نورمالمون 2500، سامحوني لهنا 2500 و06 قداش بقاو هنا
1500 والاخرى 1500 فوا 0.6 باش نلقاو 900. اتوليي فينيسيون نمشي كالعاده نشوف الناتور في الشارج انديريكت في الفينيسيون، نشوف شنو هي الناتور اللي يخدم بها، ناتور دونيتي دوفر هاش ام او دي، والشارج ديريكت شنو هي هاش ام او دي، كالعاده اوتوماتيكمون تهبط نفس الكونتيتي، ديما يبداو نفس الناتور، خذوها قاعده هذيا، يبداو نفس الناتور تهبط نفس الكونتيتي. فوالا البري يونيتير كيما عاده جيبو من التابلو دو ريبارتيسيون 1.4 في الفينيسيون، عندي لهنا 1.4 في الفينيسيون، هنا اون توتال باش تلقاو دونك في التوتال نتاع الفينيسيون 400 لهنا و 2500 في 250 في 1.4 350. فوالا كود برودكسيون مش تحط في الكود برودكسيون باش تحط لي كونتيتي برودويت اللي هما 10000 و 6000 اللي هما بالطبيعة 10000 و 6000، ومن بعد تحسب السي ام بي اذا كان يحب 10000، هنا عندي 6000، نعمل مي توتال، نعمل هنا مي توتال بيان سور، هذا التوتال الأولاني باش تلقاوه هم برانسيب 68970، والتوتال الثاني 57010، هذا 6897، وهذايا 9502. نمشي ونشوفو ستوك إنيسيال خاطر باش نحسب السي ام بي، كيما تعرف القاعدة نتاع السي ام بي هي ستوك إنيسيال بلوس أشاون فالور، ولا ستوك انيسيال بلس برودكسيون هنا اون فالور نقسمها على ستوك انيسيال بلس برودكسيون اون كونتيتي. فوالا البرودكسيون معوضه لاشا في الفورمول، هنا نمشي نجيب ستوك انيسيال، يلزمني نمشي للبرودوي فيني نجيب منها ستوك انيسيال، ديكو لهنا تو سامبلومون ايتا دي ستوك دو برودوي فيني ستوك انيسيال، هذاك الستوك انيسيال نتاعنا اون با بيزوان دو كالكولي البري يونيتير، ما كومش اوبليجي باش تحسبوا اليونيتير لهنا، دونك جيست تحط كونتيتي ولا فالور توتال على بليتو الثاني، ما كومش اوبليجي تحسبوا اليونيتير خاطر الاولاني ديجا عطاني كونتيتي فوا بري يونيتير، معناها 1000 في 4.73، 1000 في 4.73، 1000 في 4.73 والاخر 2527990، 2527990. دونك 1000 في 4.73 هنا واضح باش تكون 4730، ونزيد على هذيا باش نطلع هذايا 11000 الكونتيتي، التوتال باش يكون 73700 وهذايا 8500، والتوتال بالطبيعة لازمني نحسب الكومبونيتير خاطر باش نكمل نخدم بيه للآخر، باش يكون هذايا اون برانسيب 10 هذايا باش يكون 6.7، تعرفوا نتوما بيان سور ال سي ام بي تحسب في الكود اشا وتحسب في الكود برودكسيون خاطرك انت ديجا باش تكمل تخدم بيه في الكود ريفيان، كيما زيد سي ام بي يونيتير في الكود اشا وخدمت بيه الكود اشا دو ماتير بريمير كونسومي، باش تهز توا ك 6.7 وال 10 شنو باش تخدم بيها كود برودكسيون دي كونتيتي فوندو، كود برودكسيون دي كونتيتي فوندو يعني توا باش تخدم على الكونتيتي اللي باش تبيعها تو سامبلومون. دونك هذاك التابلو الرابع انيكس 4 جو في تريتي الكو دو برودكسيون اي كونتيتي فوندو، كو دو برودكسيون كونتيتي فوندو، اول حاجه نحط الكونتيتي اللي باش نبيعها في لي دو زارتيكل هذوما فالور و تيرغال، يعني هنا نمشي نجيب الفونت 9000 قطعه في الفالور و 6500 قطعه في التيرغال، 9000 قطعه هنا و 6500 قطعه في التيرغال،
هناش عندي كو دو برودكسيون دي كونتيتي فوندو، هي نفسها راهي كو داشا دو ماتيري اتيليزي، لكن كو داشا دو ماتيري اتيليزي هذيك تستعملها كو دو كونسوماسيون في البرودكسيون. لهنا كي باش نحسب الكو دو ريفيان، اش معناها كو دو ريفيان؟ كو دو ريفيان معناها كيما نقولوا قداش تكلف عليا البرودوي، شنو يدخل فيه الكلفه نتاع البرودوي، يدخل فيه كو دو برودكسيون دي كونتيتي فوندو، ويدخلوا فيه لي شارج دي ديستريبيسيون. لي شارج دي ديستريبيسيون المصاريف نتاع التوزيع بصفة عامة، تسويق نتاع البرودوي في المارشي هنا، كوميسيون كيما نقولوا كوميسيون اخوة مثلا سمسار هنا بار اكزومبل مشي ياخذ نتاعو، مشي ياخذ سمس كوميسيون فوالا. والشارج انديريكت، وعندك لي شارج انديريكت دي ديستريبيسيون، توزيع نتاع البرودوي في كيما نقولوا احنا في لي ماكازان في لي غون سيرفاس اكسيتيرا فوالا. هنا اول حاجة اش نعمل؟ نهبط لي بري يونيتير اللي هو قداش قلنا 6.7 و10، 6.7 و10 هبطوا، هذاك اول حاجه. جو كونتينيو، باش ناخذ توا الكونتيتي فوندو، قلنا باش ناخذوا احنا 9000 وباش ناخذوا 6500. دونك هنا عندي اون توتال 9000 في 6.7 باش نلقاها 60 و300، و 6500 في 10 باش نلقاها 65000. به لي شارج دو ديستريبيسيون تاع ويكا الكوميسيون، تو انا كوميسيون منين نعرف منين باش نجيبها الكوميسيون هذيا؟ خلينا نمشي نشوف اش فما في الدوني. دونك خلينا نشوف شنو فما في الدوني لهنا. هنا ما فماش كوميسيون. لا لا محمد رسول الله. قال لك هذا شارج دو ديستريبيسيون، شارج دو ديستريبيسيون هنا هذوما شارج دو ديستريبيسيون، لكن كوميسيون راهي ديجا معناتها تعطات في الانكس، معناتها ان برانسيب الكوميسيون باش تكون موجوده، كوميسيون لهنا باش تكون موجوده لازمنا نلوجو كوم الفو لهنا. دونك كوميسيون، كوميسيون ماشي موجوده تاو لهنا، دونك لازمني نزيد نرجع نشوفها في الانكس تاعي، ما حطيتهاش هنا في الانكس، خاطر بعض ساعات يعطيك حاجات في الانكس اون برانسيب ما تكون كان في الانكس، ترا نشوفها في الانكس هنا الكوميسيون، خاطر ماهيش موجوده في لينونسي كيما فاست الفورنيتور، فاست الفورنيتور ماهيش موجوده. لا الكوميسيون ما تكون كان عطاها لي الكوميسيون، لازمنا نلقاوها في الدوني هنا الكوميسيون، ما عندناش حتى حل هنا، لازم نجيبها الكوميسيون. كوميسيون كوميسيون شارج، شارج دو ديستريبيسيون، هذه هي الشارج ديستريبيسيون، هذيك هي 0.3 يا جماعة، هذيك هي الشارج دي ديستريبيسيون، لا لا الشارج ديستريبيسيون هذيك هي الكوميسيون 30% دو شيفر دافير، هذيك 0.3 شيفر دافير، هذيك بارتي فيكس، هذيك بارتي فيكس من شيفر دافير، هذيك باش تمشي لهنا كوميسيون، معناتها تعطات انديريكتومون. وانا قعدت نخمم قلت شارج ديستريبيسيون، خاطر علاش؟ خاطر الشارج انديريكت دي ديستريبيسيون نجمو نحسبوها معناتها فاسيلمون، لكن الكوميسيون هي شنو هي 0.3 شيفر دافير والاخرى 0.4 شيفر دافير. انت باش تاخذ الشيفر دافير نتاعك حسب المبيعات، حجم المبيعات نتاعك لهنا تو لا من غير كونتيتي لا حد شيء، وتضربه فوا 0.3. لي فونت نتاعنا هو شنو ما هو الكونتيتي، صعب نحسبوا الفونت توتال بعد نعمل عليها الكوميسيون. دونك الفونت توتال هي 9000 فوا بري دو فونت 15، يعطي كوميسيون هو للكوميسيون، دونك تدخل في الشارج نتاع الديستريبيسيون هذيك نضربها قداش عطي كوميسيون، كوميسيون كبيرة لهنا 0.3 و 0.3%، دونك كوميسيون 0.3% 0 فوا 0.3 سير 100 راه هنا نورمالمون 0.3 سير 100 تاع 0.03. تعرفوا اش معناه؟ تعرفوا اش معناه لهنا 0.3 0.3%، معناتها تضرب فوا 0.03، هذيك يقصد بها راهو 0.03 0.03. دونك هذايا الكوميسيون، نشوفو قداش مش تعطينا لهنا. قال ولا هذايا الكل تفسير للكوميسيون، معناتها كيفاش تتحسب، تعمل 9000 في 15 وتضرب فوا 0.03 تضرب فوا 0 9000 فوا 15، دونك تلقى لك هو ديجا 0.3 دو شيفر دافير، شيفر دافير نتاع الفلور 9000 في
في 15. دونك عندك هنا تو سامبلومون 9000 في 15 وتضربها هو 0.03 تلقاها 4050. قال هنا اون برانسيب 4050 نفس الشيء نفس الموضوع مش نعمله لهنا كيف كيف. دونك 04 شيفر دافير، شيفر دافير نتاعي 6500 في 16 فوا 0.04 ايجال. دو بالكم تغلطوا لهنا، راهو كي يقول لك 0.03 هذيك تزيد تقسمها على 100 تلقى 0.03. دونك هذه باش تلقاها اون برانسيب توا الكوميسيون 416. دونك هذه نلقاوها 416. بلوتو فما فوت دو كالكول اون برانسيب معنتها نتاعو هنا هذيا 0.3 سير 109000 405. لا محمد رسول الله 0.3 هذيك نزيد نقسمها ديجا على 100 باش تولي 0.003 0.003 معنتها فما صفر آخر هنا مخلف هذيك نورمالمون تجي 405 وهذه تجي 416 0.003 ولا تريد كي يعطيك بورسنتاج تعرفوها بصفة عامة 0.3 يلزمك تقسم على 100 لهنا تو سامبلومون 0.3 على 100 يولي 0.003 هذه الغلطة نتاعي لهنا في الكالكول. بالنسبة للشارج انديريكت ديستريبيسيون ردوا بالكم منهم هذوما لي زاستيس نجم نجيوكم في الدوفوار كيما فاست الكوميسيون. شارج انديريكت دي ديستريبيسيون هو شنو؟ ما هو احنا سبق انه في الديستريبيسيون 100 دينار دو شيفر دافير جلوبال هي شنية تعمل شيفر دافير وتقسمه على 100 تو سامبلومون هاويدي. لكن احنا جمعناهم هاويدي معناتها هنا تو سامبلومون في الاولى باش تعمل 9000 في 15 على 100 والاخرى 6500 في 16 على 100 انت باش عبارة باش تعمل الفونت سير 100 في الكونتيتي في الشارج انديريكت معناتها باش تعمل 9000 في 15 وتقسم على 100 ايجال لهنا نفس الشيء 6500 في 16 على 100 ايجال. وهذايا البري يونيتير تجيبو من الديستريبيسيون من الكو يونيتير كو دينيتي دوفر 3 هوني 3 كو دينيتي دوفر كو دينيتي دوفر هو 3 3 وهنا 3 التوتال نتاعهم الزوز باش تلقاه ديجا موجود في التابلو دو ريبارتيسيون من بعد. دونك هذا باش تلقاه 1350 وهذا باش تلقاه دونك هذاك 1350 هذا باش تلقاه 1040 ديجا كي نجي نشوف في التابلو باش نلقاه 2390 اون برانسيب اوني 2390 في النوت كات فوالا. دونك هنا اون توتال حتى التوتال باش تلقاه زاد معناها من بعد تلقاه اون برانسيب 4050 وهذا 3120 3120 به كود ريفيان. شنو هو الكود ريفيان؟ هو الكود برودكسيون دي كونتيتي فوندو بلوس لي شارج دي ديستريبيسيون. كوميسيون هذيك تتسمى شارج ديريكت اون برانسيب شارج ديريكت هنا وهذا شارج انديريكت. دونك باش نجمع هذوما الزوز هنا باش نحط الكونتيتي فوندو اللي هي 9000 هذوما 6300 و 4050 64755 دونك 64 كدي باش نلقاها 64 و 350 باش نلقاها هنا 64 ولا عندي الكوميسيون شبيني ما حسبتهاش كوميسيون زيد كوميسيون 64 و 700 و55 64 و755 هذه 6500 هذه 68 و120 فوالا. تحسب تو لونيتير هذا بشوي اللي باقي كله كالكول تو 7.195 وهذا نقسم تو لهنا 16 تلقاوها اون برانسيب 16
16 فوالا. من بعد هنا الفونت هي شنو هي الفونت؟ هي شيفر دافير. هنا اون فا كالكولي لو شيفر دافير. شيفر دافير كيما تعرفوا نتوما هو كونتيتي فوا بري دو فونت اللي هي 15. باش نلقاها 13 1350 زيد 12 اصفار مليار و بلوتو 135 مليون، وهذا هي 6500 البري يونيتير. دونك هذايا باش نحط هذايا مش صوت هذايا تلقاه نورمالمون 10,544. دونك فما فوت كالكول هنا عملتها نورمالمون تراخا نثبت 68 طيب 68 و 536. لقيت هنا فاصل الكوميسيون ما تنساوش الكالكول نتاع الكوميسيون. الفونت هي 6500 في 16 دونك باش يعطيكم 1040 فوالا 104 مليون. ريزولتا اناليتيك دونك كيما نعرفوا الريزولتا اناليتيك هو سي لو شيفر دافير نحي منه الكو دو روفيان. هذايا باش نلقاه 70 245 وهذايا باش نلقاه 35 464 فوالا. هذايا باش نلقاه 5,456 وهذا نقسم معناتها 70 على 9000 نلقى 7,805 رونتابيليتي. اون فيت كي يقول لك رونتابيليتي لهنا يعني tu vas calculer le taux de rentabilité. هنا يعني باش نحط سي هنا باش نحط انتر بارونتيز تو دو رونتابيليتي. ديما تحسب التو دو رونتابيليتي. اون فيت التو دو رونتابيليتي هو ريزولتا ايغال هو الريزلتات على البري دو فونت. هو الريزلتات على البري دو فونت. ولا تنجم تعمل ريزلتات اناليتيك جلوبال على شيفر دافير فوالا ريسيب كيف كيف باش تخرج نفس الخدمة. دونك ريزلتات على البري دو فونت فوالا. دونك الريزلتات نتاعي قداش؟ 7,805 على 15 رونتابيليتي. اون فيت هو حتى في ليكزيرسيس لهنا قال لك ديت كان لو برودوي لو بلو رونتابل اللي باش يحقق لي اكثر ربح لهنا اون برينسيپ نورمالمون. باش نشوف سولون لو تو دو رونتابيليتي باش نقول دونك هنا انا حسب التو دو رونتابيليتي باش نعرف. دونك 7,805 باش نقاس 0,52 صفر 3 سوا 52.03% فوالا. نفس الشيء لهنا باش تعملوا ايغال 5,456 سور 16 باش نلقاها 0,341 سوا تضرب بواسون معناتها بالطبيعة وتقول سوا دونك 34.1% سوا 34.1% يعني انا باش نختار لو برودوي لو بلو رونتابل سولون لو تو دو رونتابيليتي. اللي عنده اكثر تو دو رونتابيليتي هذاك سي لو برودوي رونتابل بور لونتربريز لو بلو رونتابل بور لونتربريز سي لو بونتالون فيلور لهنا. دونك هنا باش نكتبو تو سامبلومون لو برودوي لو بلو رونتابل pour l'entreprise et le produit et pantalon velours et pantalon samiou معناها tout court معناتها samiou le pantalon velours ou le pantalon velours le produit le plus rentable pour l'entreprise et pantalon velours car tout simplement باش نقول هنا 52.03% أكبر من 34.1% فوالا. دونك لو كونت اي بون جيسبر كو سي كلير بور سيت اكسبليكاسيون. دونك هكاك نكون فسرت معاكم الكال كلها. نذكركم انه هذايا فيديو ثاني فيديو الاولاني فسرت فيه الكوت اشا فسرت فيه الديتيرميناسيون معناتها نتاع لي زانكونو. Voilà, c'est la même, bye bye.